السلام عليكم خوتي، معكم عرف ام فيديو جديد اليوم ان شاء الله. فيديو ديال اليوم خوتي كوزطار. اليوم انا عند الامام باش نشوف الحويمات كيبقاو هكذا. واليوم خوتي اليوم شحال في الشهر بديت اخوتي بنقول لكم الشهر. اليوم خوتي 10 في الشهر، يعني الجمعه 10 في الشهر. طلعت يعني السجنة، نهار لقيت الحمامة دخلت، يعني رجعت لي من بعد هذه ايام. المهم باش مره اخرى نزلت فيديو قلت لكم من بعد 5 شهور، راه فعلا من بعد 5 شهور، يعني دابا 5 شهور، يعني دازت 5 شهور باش زودت السجنه ديالي. عليها كنكتب لكم من بعد 5 شهور اخوتي، يعني مده يعني 5 شهور كترجع لك الحمامه. راه اخوتي يعني صراحه كتجي حاجه واعره ترجع لك الحمامه من بعد مده طويله. ماشي هي هيداك اخوتي، راه الحمام ديجا ملي ما كانت عندي الحمامه او ملي بنيت يعني السجنه كانت باقا ما عنديش باب بزاف الحوايج، راه فعلا كانوا كيجيو الحمام ولكن ما كيلقاو لا ماكله لا والو كيمشيو. دابا ملي كيجيو الحمام كيلقاو سبوكنيكا، كيشوفوا الحمام كيدخلوا للسجنه. ها هي اخوتي، ودخلت يعني من سبوكنيكا هي دخلت من السجنه. مهم يعني كيما شفتوا ديجا كنت عدلت فيديو على الحمامه اللي يعني اللي رجعت لي، وبزاف ديال الناس يعني قالوا عرفها هذه ديالي هذه ديالي هذه ديالي. صدقت الحمامه مشات، تلاقت مع الحمام وما رجعتش، يعني وقيلا رجعت من عند مولاها ولا ما نعرف فين مشات. يعني وهادي عاوتاني كذلك، ولكن يعني كنقول لكم اخوتي الناس اللي يعني اللي كتشوف الحمامه ديالها اللي كنزلها، ماشي تدخل تكتب لي تقول لي ديالي وريني فين تلاقاك اولا كذا، يعني بلاصه اللي جيتي شريتيها منا، حيت انا الحمام كاملين اخوتي بعتهم يعني من هنا، ما كنهبطش الحمام كصورات او شي حاجه، كنبيعهم يعني هنا في السجنه ديالي. كنبيع الحمام، ما كنبيعش الحمام في كاسا ورطة باش تعرفوا هاد النقطة هادي، حيت كاينة بنادم كيدخل ليا كيقول لي عرف انا شريت من عندك حمامة من كاسا ورطة ولا هداك، انا الحمام ما كنبيعهمش في كاسا ورطة، يعني الحمام ديالي كاع ما كنهبطو من كاسا ورطة، وعليها كنوضحكم هاد النقطة هادي. المهم هاد الفيديو هذا اخوتي غيكون قصير، يعني على حساب هاد الحمامة هادي اللي رجعت لي. ومهم كنشكر الاخوان الناس اللي مساندينا، تشارك اخوتي الناس الجديده في قناه اخوتي، تشارك في هذه القناه. وكنشكركم بزاف اخوتي على الدعم ديالكم، وبيس نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. كان فيديو خفيف ظريف اخوتي، ما نطولش عليكم بزاف، وعلى الحميمات كيفاش كلشي على ما يرام، وباقي ان شاء الله الجديد ان شاء الله. شكرا.